السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الاستشاريون، أصدقائي الأعزاء، إنني الآن سوف أستعرض معكم لعبة أنقذوا شمس. هذه اللعبة التي هي الآن في طور البداية، هذه هي النسخة الأولى التي من خلالها سوف أستعرضها معكم لأخذ رأيكم فيها. عند الضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة سوف تفتح معنا هكذا، ثم بعد ذلك لقد استيقظت للتو، هل تساعدني؟ ماذا أرتدي؟ نعم، هناك إحداثات، يعني هناك بعض الأمور التي سوف نحدثها في اللعبة بحيث أن يتمكن من تطويرها. ولكن الآن ما أريد أن أقوله لكم، هذه هي شمس تظهر وتتحدث عن مجموعة من الاختيارات. بالضغط على أي اختيار من هذه الاختيارات سوف يعني بالضغط هنا مثلا على اختيار، هي تقول لقد استيقظت للتو هنا، فتظهر علامة صح، أي أن الإجابة صحيحة. معي هنا تطلب أن تساعدها في غسل وجهها، فتضغط هكذا فتظهر الإجابة الصحيحة. أريد أن أغسل أسناني، هل من الممكن أن تساعدني؟ تمام. ما أريد أن أقوله لكم، هذه اللعبة الفكرة ينقصها بعض الشيء، أمور كثيرة، ولكنها معتبر قد توصلنا إلى وضع الفكرة وكتابة السيناريو الخاص بها. وهنا مثلا تقول أريد أن أغسل أسناني، هل من الممكن أن تساعدني؟ فبالطبع نختار الإجابة الصحيحة. تمام. الآن أريد أن أجهز حقيبة المدرسة، يعني أنا ربما أخفض الصوت. أجهز حقيبة المدرسة، ماذا أضع بداخلها؟ بالطبع هنا سوف نضع الكتب المدرسية. الإجابة أصبحت صحيحة. أريد أن أصفف شعري، ماذا أستخدم؟ هنا نستخدم هذا لاصق. أريد تناول الإفطار، ماذا أتناول في رأيك؟ هأن الخلفية كان من المفترض أن تتغير، الخلفية التي هنا، ولكن بالطبع طعام الإفطار إما أن تتناول الحلوى وإما أن تتناول السندويتشات المفيدة، فبالتالي فهي سنختار الحلوى، يعني الإجابة خاطئة، يظهر جيم أوفر، يعني يبدأ اللاعب في يعني تتاح له الفرصة مرة أخرى لكي يجيب الإجابة الصحيحة، فيجيب الإجابة الصحيحة هكذا، ثم يعني بداية المستوى من جديد. يعني لاحظوا أن المستوى تمت إعادته من جديد. أريد أن أصفف شعري هكذا، ثم السؤال التالي، أريد تناول الإفطار، سوف نختار الإجابة الصحيحة. هنا يعني من المفترض أن تستكمل اللعبة، يعني هذه ليست إعادة، ولكن من المفترض أن تستكمل اللعبة. بالأعلى مكتوب ليفل 3، أي المستوى الثالث، وتستمر اللعبة في العمل مستوى بعد الآخر. من المفترض إن شاء الله بإذن الله تعالى أن تبدأ شمس يومها منذ أن تستيقظ، ثم بعد ذلك تذهب إلى المدرسة، وفي رحلة مدرسية تذهب إلى الغابة، وهناك تواجه الكثير من المخاطر وتواجه الكثير من المغامرات، وتتمكن شمس من أن تنتصر على هذه العقبات وأن تنجح في أن تمر منها. أتمنى أن تفيدوني برؤيتكم، وما هي آراءكم حول تطوير هذه اللعبة، كيف يمكن أن نطورها، وكيف يمكن أن ما هي آراءكم في أن نزيد، يعني ما هي الأشياء التي من الممكن أن ندخلها على اللعبة، ما هي الأمور التي من الممكن أن تفيدنا في التصميم، لعل وعسى من الممكن أن نغير في التصميم، هناك وجهة نظر معينة تخصكم في ذلك. أي إضافة أو أي رأي أو أي محاولة من أجل أن نصحح هذه اللعبة ونطورها ونخرجها على أكمل وجه، هي محاولة لإنجاحنا
نحن في فريق العمل. أشكركم بشدة وأتمنى من الله لي ولكم التوفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى.